كان قرارهم يا أبل بلوم سنكون هنا من أجلك. بالتأكيد، حتى إن كان هذا القرار سيغير كل شيء بالنسبة لك للأبد وإلى الأبد. حسناً، لقد قررنا هنا أنك أصبحت كبيرة بما يكفي للبقاء بالمنزل بمفردك والعناية بنفسك. أقبل بقراركم. مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة، مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي اتكون فرح، هي الركة هي العمل وهي تطفي وجع الأمل. الصداقة حب يسعى على مهرتي الصغيرة. مهر ليعتني بي. البقاء بمفردي في المنزل وحدي، أنا فقط. اهدأي يا عزيزتي، أعرف أنك متحمسة أن تكوني المهرة الوحيدة هنا تعتني بالأعمال، تعد مهمة كبيرة. أعرف هذا، وهذا يعني أنكم ترون أنني نضجت بما يكفي لأتولى كل الأمور ولن أخذلكم. إذا كنت من سيقوم بالتدريب أعتقد أنني يجب أن أذهب. عندما تقول العمة باينابل إن مهرة يجب أن تصل في الموعد، فمن الأفضل لك أن تكوني هناك. ستهتمين بكل شيء بالتأكيد الآن يا أبل بلوم، وستعتنين بها أيضاً. لا أعرف أي طرق التوصيل التي ستسلكونها أصعب، فكل منكما متجهاً لمدينة يصعب الوصول إليها. نعم نعرف يا جدتي، هذا هو سبب موافقتي أن تتولى أبل بلوم كل شيء. حقاً؟ أو لم أقصد أن تكون هكذا يا عزيزتي، بل أتعامل كالأخت الكبيرة بشكل أكثر جدية، ولهذا قضيت ليلة أمس كلها وأنا أصنع هذا. ما هذا؟ قائمة تذكيرية للمساعدة. يوجد بعض الحساء للبرد، ولا ترتدي كثيراً في وقت التسخين. إذا سخنت قومي بتبريدها وتناولي رشفات، وإذا ابتلعتيها فقد تصابين. لا تقلقي علي، أستطيع الاعتناء بنفسي وبالمهام اليومية، أنا مستعدة لهذا. أعتقد أنك كذلك، لكني لست واثقة أنني أستطيع. لكنك تثقي بي وتؤمنين كثيراً أنني سأقدر، صحيح؟ صحيح. حسناً إذن، حظاً سعيداً. حسناً، أراكم قريباً. سلام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أراكم قريباً. إلى اللقاء. آسفة يا بيج ماك، كنت قلقة بعض الشيء على أبل بلوم. أعتقد أنها ستكون بخير بمفردها. نعم. أفكر في أشياء نسيت أن أضيفها على قائمتها، مثلا نسيت أن أكتب أنها إذا أرادت إخراج معلقة من الدرج عليها أن تفتح الدرج أولا. أعرف أنني أبدو سخيفة. نعم. أعتقد أنني سأشعر بتحسن إذا استطعت أن أطمئن عليها مرة أخيرة. اذهب أنت لتوصيل حمولتك، وأنا سأذهب لألقي نظرة سريعة ثم أعود. حسناً، رقم 172. تأكدي من بقاء الفرن ساخناً، ثم تأكدي من أن خزانة القبعات مخزنة، ثم
هنا فعلي اتخاذ القرارات. إذا أردت سماع الموسيقى أستطيع، إذا أردت قراءة كتاب أستطيع، إذا أردت الوقوف في المطبخ وتحدثت مع نفسي أستطيع. أبل بلوم. أبل جاك، أصل الإطمئنان عليك، وأنا سعيدة بعودتي. لم أفكر مطلقاً في كمية المخاطر الموجودة هنا. أشكرك، لكني حقاً سأكون بخير. أنت بخير الآن لأنني هنا وسأبقى معك. لا يمكن أن أترك أختي الطفلة الصغيرة وحدها بالمنزل وبمفردها. أنا لست طفلة وأستطيع الاعتناء بنفسي. وماذا عن الفطائر التي تقومي بتوصيلها؟ فطائر؟ مسار الأسرة أهم من الفطائر. لكني أنا بخير. وفي الواقع هذا نتيجة خطأك أنت. أعرف، كان علي ألا أتركك أبداً. لست بحاجة لمن يعتني بي، أنا قادرة على البقاء بمفردي حقاً. انظري، يوجد بعض الحساء في المبرد. ماذا كان هذا؟ راقبيني. أوه لا، هذا سيء جداً. حسناً، لا تقلق يا أبل بلوم، أنا هنا الآن ولن أتركك بمفردك في المنزل ثانيةً. أنا سأظل بجانبك دائماً. طال الوقت. أبل بلوم، أبل بلوم. أبل جاك تضخم الأمور بعض الشيء. أنا واثقة أنها ستتوقف. تحتاجين شيئاً؟ أنا هنا. أعرف أن نيتك جيدة، لكني لا أريدك أن تظلي تراقبيني. أستطيع الاعتناء بنفسي. انظري. انظري. ها؟ هاي، من الذي وضع هذه الوسادة هنا؟ أو لا أعرف، ربما أحبك كثيرا ولا أريدك أن تشعري بأي ألم. انظري يا أبل جاك، وأنا أجمع هذا التفاح بنفسي، لن يحدث لي أي شيء. نعم، أختك الكبيرة لن تخذلك أبداً، لكني أعدك أن هذا لن يحدث ثانية. لكن حقاً أنا بخير وأستطيع الاعتناء بنفسي ولا أحتاج لمن يعتني بي. أوه هذا لطيف، أقدر أنك تريدين أن تجعليني أشعر بتحسن. سأكون هنا دائماً من أجلك، دائماً. هذا هو السبب الذي طلبت منكم المجيء إليه. مرحباً أبل بلوم، تريدين شيئاً؟ وجبة خفيفة تدليكاً لحفرك؟ ربما وجبة أثناء التدليك؟ لماذا؟ هذا يبدو مبهجاً. لا أشكرك. حسناً، يمكنك الاعتماد علي، فسأظل قريبة منك إن احتجتني. أترون ما أعني؟ إذا استمر الأمر هكذا لن أتمكن ثانية من القيام بأي عمل بدون وجود أبل جاك. ماذا يمكن أن نفعل؟ انتظر لحظة، وجدتها. ماذا؟ الفطائر. سأنسحب للخارج وأواصلها. يجب أن تصل لمكان يصعب الوصول إليه. إذا استطعت فعلها وحدي سأجعل أبل جاك تعرف أنني لست بحاجة لمن يعتني بي. توجد مشكلة واحدة، أختك ستأتي لتطمئن عليك في أي وقت. أي أننا بحاجة لخطة هروب. أوه، عندي فكرة عن خطة. انظرا، كأنك تنامين في سريرك. سنتناوب أنا وسويتي. عندما تتعب إحدانا ستأخذ الأخرى مكانها. عبقرية صحيح؟ أتعرفين؟ إنها كذلك، عندي شعور أنها ستنجح. سنجعل أختي تعتقد أنا لست بحاجة أن تعتني بي. توقفي، ليس وقتا للغناء، أبل جاك قادمة. إذا كنت ستذهبين يجب أن نخرجك من هنا الآن.
كل شيء بخير هنا يا مكعب السكر؟ أسرعي إلى السرير. سويتي لا، يجب أن تنامي كأبل بلوم. لكن كيف تنام؟ كما تفعل كل شيء تماماً بوقاحة. أعتقد أنك متعبة للغاية لدرجة أنك ذهبت للنوم. ثانية، أنت وردتي الرقيقة. ها، نامي جيدا يا أبل بلوم، سأطمئن عليك لاحقا. فقط أطمئن عليك ثانية. ألا تحتاجين شيئا؟ ماذا الآن؟ أتريدين غطاء آخر؟ أكنت تزعلين؟ أتريدين كوب ماء؟ فقد أطمئن عليك ثانية. ها، انظري إليك، تنامين بأمان هنا. ها أنا أطمئن عليك كل 5 ثوان، وأنت بخير تماما. ربما لن تحتاجين أن أعتني بك في كل وقت. واو، أبل بلوم ستسعد لسماع هذا. ها، اسكت ألو. لا سويتي باو، لكن أين أبل بلوم؟ إنها ليست هنا. يمكن أن تكون في أي مكان. قد تكون تاهت وتشعر بالبرد والجوع والكحة وبحاجة للحمام. لا تقلقي، نعرف بالضبط أين هي الآن. نعم، تقوم بتوصيل الفطائر. ماذا؟ لا، ألم تسمع كيف أن الطريق صعب وخطير؟ قد لا أرى أختي مرة ثانية. إن ريرتي كانت في طريقها للعناية بكما. والآن اخبراني، أحضرت أبل بلوم أحذية ضد النيران، مقعد ترويض الأسود، والمزمار الساحر للثعابين، أو جبن الريكوتا؟ حسناً، ربما ما زال أمامي وقت للحاق بها. متى ذهبت؟ أعتقد منذ ساعات. أوه لا، كنت مكانك لوقفت. إنها النقطة الوحيدة الآمنة هنا. لا تبدو آمنة بالنسبة لي. أوه، نعني فقط من الشعلات. نعم، وليس مننا. ما كان هذا؟ أوه، هل تستطيعون الكلام؟ كنت على وشك أن أخبر ضيفتنا أننا لم نأكل منذ أيام. فإخوتي وأنا لا يمكن أن نتفق على ما نأكله، ما عدا الفطائر. حسناً، من المؤسف أن أوصل هذه الفطائر إلى البلدة الموجودة بالجانب الآخر. لا، يجب ألا تقلقي بهذا الأمر. نعم، لم يعد عليك أن تقلقي بعد ذلك، لأننا سنتناول فطيرة التفاح الخاصة بنا مع شريحة لحم. لا تقولي. الآن يا أختي، عند 3. 1. 2. 3. إلى أين
أين تعتقدين أنك ذاهبة؟ أين الفطائر؟ إنها ليست هنا. إن هذا خطأك. تعتقد أنك يجب أن تكون المسؤول. أنت محظوظة جدا. لا تعرفين الشعور عندما تكون لك أخت ملاصقة لك وتعتني بك. في الحقيقة فلتحاول أن تستمع إلي. وبما أنه لا توجد فطائر لنتقدم ونأخذ شريحة اللحم. أي كلمة أخيرة؟ أتمنى حقاً لو أن أختي هنا. انتظري يا أبل بلوم، أنا قادمة. أمسكوها. كنت أعتقد أنني المسؤولة الآن. إنك بحاجة إلي، وأنا سعيدة الأمر لم يسوء أكثر من هذا. أعني أننا فقدنا حقاً العربة وكل الفطائر، لكن على الأقل العربة والفطائر. أوصلتها كل هذا الطريق لأعلى إلى هنا في الظلام عبر مستنقع الشعلات الملتهبة عبر هؤلاء الوحوش بمفردك؟ حسناً، نعم. واو واو، هذا حقاً مؤثر. أي مهرات يمكنها فعل هذا بمفردها؟ لا تكن بحاجة لمهرات مثلي لتعاملها كطفلة. يا خبر، طعم هذه الفطيرة ألذ من فطائر أم التي تصنعها في المستنقع. لا يا أمي، لا تحزني. تذكروا فقط، لم تكونوا ستستمتعون بهذه الفطائر لولا ما فعلته أختي. وأختي؟ هذا لن يغير الأمر. إن محاولتك لتوصيل هذه الفطائر بمفردك كان عملاً جنونياً. أنا أعرف. الجدة سميث ستعاقبك لمدة شهر على الهرب من المنزل، وإذا اضطررت أنا وبيج ماك والجدة سميث الذهاب مرة أخرى، سأثق بك بالبقاء وحدك بالمنزل والاعتناء بكل شيء. أعتقد أنني لن يشغلني أمر الاعتناء بك عندها، وربما إن لم تهربي هكذا لكنت اكتشفت الأمر. نعم، هذا هو نوع الاعتناء بي الذي أقدره دائماً إذا أصبحنا على وفاق. إذن هذا جيد؟ أختي الصغيرة، نحن دائماً على وفاق. تمثيل أبل بلوم، أسماء عبد الحميد، أبل جاك، وسام نادي، فلاتر شاي، أمل عبدالله، بينكي باي، أنجل بستاوي،
ريمبو داش، ناريمان نيازي، غاريتي، أنجي جمال، سكوتالو، أسماء عبد الحميد، سبايك، حمدي عباس، توايلايت سباركل، أميرة عامر. ترجمة دانيا نصار. إخراج الحوار أحمد عبد الحميد. إخراج الغناء أميرة عامر.